حتى بإذن الله ناخد قصة الاستماع الجميلة دي، إنما يرحم الله من عباده الرحمين. قالك في أثناء العودة من المدرسة رأى زياد وفريدة سيدة عجوز، هما راجعين من المدرسة تجلس أمام بيتها، رأوا ست عجوز قاعدة قدام بيتها عمالة تعيط. سألها زياد: لم تبكين يا سيدتي؟ قالت: ضاع من راتبي مبلغ سقط من إيدي دون أن أشعر، وراتبي صغير لا يكفي مرتبها، يعني المرتب بتاعها ضاع منها. قالت فريدة: هيا يا زياد سنبحث عن النقود في الشارع، تعالى بينا نبحث عن النقود ايه في الشارع، ربما اللي احنا ايه نجدها. أخذ زياد وفريدة يبحثون عن النقود ولكنهما لم يأثر عليهم، فعاد للسيدة العجوز وأخبرها فشكرتهم ودعت لهم. يبقى هما قعدوا يدوروا ملقوش، فعادوا للعجوز قالوا ان احنا ملقناش اي حاجة. هم زياد بالانصراف لكن فريدة وقفته وقالت أن نساعد هذه السيدة. سألها: وكيف نساعد؟ ازاي نساعد؟ قالت له ان احنا نضع ايه لافتة نضعها على بيت السيدة العجوز، ربما يظهر شخص عن نقود ويعدها ايه إلى نحط لافتة يعني قدامها، يعني عاملة زي يافطة كده، بس لو اي شخص يقراها ايه لو هو معاه فلوس ايه يرجعها. طب ايه اللي احنا اتعلمناه حبايبي من القصة دي؟ ان الرحمة هي الرأفة والعطف والرقة والمودة. الرحمة دي هي الرأفة، ان انا ارقب بغيري. العطف المودة، الرحمة بالانسان كما يرحم الكبير والصغير. الرحمة والرفق بالحيوان. اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، صح ولا مش صح؟ مطبق الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة في حياتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما يرحم الله من عباده الرحمين. يبقى الله سبحانه وتعالى بيرحم من عباده، هم الانسان اللي بيكون رحيم بغيره. أكمل المحذوف من الحديث الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحامة. الرحمة هي إيه؟ قلنا الرحمة الرأفة، العطف، المودة، وهي من الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم. الله سبحانه وتعالى ميله بقى رحيم، بيرحم الرحامة. اختر الإجابة الصح من بين قوسين. كانت السيدة العجوز تبكي بسبب ضياع مبلغ من راتبها، ولا مرض ابنتها، ولا موت زوجها، لا ضياع مبلغ من راتبها. اتصف زياد وفريدة وكل من قرأ اللافتة وساعد العجوز بصفة الايه القوة والرحمة والأمانة. الايه الرحمة. قرر زياد وفريدة مساعدة العجوز بالايه بالبحث عن النقود، ولا تقع النقود ولا بلغ الشرطة، لا لك بالبحث عن النقود.